يدفعوا أنفسهم في المربع الأخير. محمد قاسي السعيد، ما الذي حدث حتى قلت الأسبوع الماضي أن شبيبة القبائل لو شارك أي نادي معها نافسها في منافسة كأس الرابطة كان راح يفوز على لاجياسكا. لاجياسكا كمان فازت في كأس الرابطة وراي في السباق تاع البطولة وراي في السباق اليوم فازت على صفاقس التونسي. ولكن كنت نوليو الحصة اللي فاتت تاع حد اللي فات وين قلت شبيبة قادرة تفوز في صفاقس. نعم أنا لما تكلمت هذا الكلام أول مرة وآخر مرة اللي راح نوضح يا رضوان. نعم. يعني المناصرين تاع كل أندية تاع يتكلموا في التواصل الاجتماعي. نقول لهم أنا الأنصار تاع شبيبة القبائل أنا مسؤول على الكلام اللي نقوله. مسؤول عليه تماما، ولكن مانيش مسؤول على الكلام اللي يفهموه. أنا لما تكلمت هذا. لا حسين، نعم أنا معك محمد. أنت مسؤول على الكلام اللي قلته، لكن مسؤول أيضا على ما يفهموه الناس. دون كيل سونس، خليني نفهمك برك. دونك الفونس لانه الناس كامل فهموا هذا الشيء. قال لك كيفاش تقول بانه الشبيبه لو واجه اي منافس في كاس الرابطه كان راح يقصي شبيبه القبائل. ما فهمونيش انا قلت لك مسؤول على الكلام ديالي ومانيش مسؤول على الكلام. واش حبيت تقصد انت؟ معليش واش حبيت نقصد؟ يعني ما حبيتش ترجع للور ولا كيفاش؟ لا انا ما نوليش للور رضوان. لما كيما انا غلطت ما نوليش للور. كان غلط نطلب سماح. ما عنديش كاع مشكل في هذا الشيء. تعتبر بانه لم تخطئ؟ لا ما فهمونيش. ما فهمونيش. نعم اليوم شبيبه القبائل ولا المولوديه ولا شباب الوزداد اي نون با بيزوان دو سيت كوب دو لا ليغ. لا كوب تاع البلوط هذه يا رضوان سي فري لا كوب قال لك تنجم تكايديك لاكاف. كيفاش مازال ا دو اسمح لي جاوبك. انت قلت لي لا كوب تاع البلوط. معليش هذا يبقى رايك، انا نحترم كل الاراء. كيفاش تقول سي تون كوب تاع لا ليغ اللي تقدر تخليك بعد مباراتين تلعب كارت فينال دومي فينال تروا ماتش تلعب كوب دو لاكاف العام الجاي الوغ كو في البطوله راهي مازال قوجا مرحله عوده طويله ممكن ما تكلاصاش مع لي 3 برومي ما تلعبش كوب بلاكا. نقول لك علاش معناتها ماشي تاع البطوله. نقول لك علاش معليش رضوان نقول لك علاش كلمت هكذا. لي زومبيسيون دو لا جي اس كا سي با دو لاكاف سي با لا كاف سي لا تشامبيونز ليغ. لي زومبيسيون دو لا جي اس كا اوكي هاهم واش حبيت نقول لهم للجمهور تاع شبيبه القبائل. انت قلت اي فريق كان لعب كونتر جي اس كا يفوز. ماشي اي فريق اي فريق اللي كانت عنده الرغبه يعني اللي حاب يتكاليفي على كوب دو لاكاف ربما شبيبه القبائل تلعب هذه المقابله ولكن ما يهمهاش لان حابه تلعب لا تشامبيونز ليغ. شبيبه القبائل حابه تولي من الباب الاوسع لافريقيا ولهذا نقول المناصر تاع شبيبه القبائل عمري ولا قلت باللي يعني اي فريق يربحكم لان لو كان جا فريق ان بو موتيفي اللي يقول لك انا ماذا بيا نبي نروح لافريك نقاوم على الجيش كان نقدر نربحها. علاش قلت هذا الكلام هذا رضوان؟ كما صارت ما حبيت تقول نحاول نفهمك. كما صارت مثلا مقرى مع بالوزداد بالطبع بالوزداد مثلا فازت عليها مقرى بضربه ترجيح وشفنا السي ار بي كيفاش دارت كرون ماتش مع ترجي تونس. اليوم مقرى رونديت ان كرون سيرفيف لشباب بالوزداد. علاش؟ باسكو خلاص هنتها لاكوب لا ليغ رضوان. انا نقول لك من البدايه كنت انا ضد لاكوب لا ليغ. علاش؟ في وقت جائحه كورونا في وقت 20 فريق في وقت وين لاكاف راح تضربنا في وقت وين لازم تحبس البطوله في شهر جوان شبيبه القبائل ما فتلعب على الالقاب الكبيره. سي فري شبيبه القبائل دات 5 كوب دو لاكاف ولكن حنا ماذا بينا نشوفوا شبيبه القبائل وهذه الانديه الكبيره ديالنا تنافس على رابطه الابطال ولا واذا الجمهور تاع شبيبه القبائل ما فهمنيش نقول لهم يا جماعه مانيش ضد شبيبه القبائل انا من مناصرين تاع الانديه الكبرى تاعنا اللي تشارك في المنافسات القاريه وانا اول مشجع تاع شبيبه القبائل ومولوديه الجزائر وشباب الوزداد. مقابلة العودة واش تقدر تقول لنا عليها؟ رضوان انا قلت لك ما هضرتناش على مباراة الذهاب قبل على الذهاب الاحد اللي فات قلت لك شبيبة القبائل قادر ماشي قادر تدير المفاجأة في صفاقس لان لما شفنا فريق صفاقس لعب ضد المولودية في تور بريليمينار هذوك شفنا فريق مولودية ما كانش موجودة. اليوم شبيبة القبائل ادت مقابلة قوية رغم نولي قالت ربما نقول ضربة جزاء اللي خطاها اللاعب تاع صفاقس ولو كانت نوعا ما قاسية على شباب شبيبة القبائل ولكن الحارس تاعنا دار خطأ اللي كان يقدر يتفاداه وشفنا لما ضربة جزاء ضيعت من اللاعب تاع صفاقس الشبيبة يعني ولا مرة كانت في خطر وحتى وين شفنا هدف ضربة جزاء اللي سجلوا اللاعب تاع شبيبة القبائل وين 1-0 كانت النتيجة كانت تكون أكثر
من واحد مقابل صفر كانت تكون أثقل. يا يعني للأسف واحد مقابل صفر نظن باللي أنا نتيجة إيجابية، خاصة مقابلة العودة راح تكون في تيزي وزو. وين شبيبة القبائل في تيزي وزو أمام اللعب الأندية يعني المغاربية، من الصعب باش يعاودوا يرجعوا في النتيجة. واضح. قبل ما نتكلموا على لقاء العودة مع كل من أو مع حسين أشيو، نروحوا لفاصل إشهاري مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد ذلك.